المشكله اخويا حنا مالين بقى 20 ولاد العياش 20 والساكنه الساكنه استفدت وحنا ما استفدناش، حنا كنقلبوا غير على استفاده بحالنا بحال الساكنه. هذا هو المطلب ديالنا الوحيد، الساكنه ديال ولاد العياشي. كيف يعقل حنا شرينا بنفس الطريقه باش شراو بنفس الوثيقه، ساكنه استفدت وحنا ما استفدناش، حنا بغينا استفاده. صاحب الجلاله هذا هو اللي كاين، حنا باغيين استفاده. حنا ازياد من 1000 غير دابا الناس شتو، وحنايا فينا معنا هجالات، معنا ارامل، ومعنا ذوي الاحتياجات الخاصه. انا شخصيا عندي 8 وليدات وكاري وخدام معاهم في الشانطي. معنا السيده عندها 7 وليدات وعندها مرض ديال القلب وكاريه. حنا باغيين غير استفاده، ما بغينا حتى حاجه، ما بغينا غير استفاده. حنا كنا عندنا بقاعي، فهمتي؟ هذا هو المطلب ديالنا الوحيد. الف البصر سينا ارض سلاليه، حنا وجميع الاخوات دقينا جميع البيبان عليهم. الناس اللي كانوا ساكنين استفدوا، اللي داروا العشات وهذه استفدوا، ونفس العقد ونفس الاشياء. حنا اللي بقى فينا الحل، لو كان هذوك انت ما داوش حنا الله يسامح، ولكن حنا كي شاريه انت كي شاريه انا، انت استفدتي وانا لا. علاش هاد الشيء؟ ما لا يعقل. هاد الناس ضاعوا، فيهم معاقين، فيهم ارامل، فيهم مساكين، فيهم محتاجين. عز الملك، هاد الشيء لا يعقل. ما سمعوا الناس، ما عطاونا قيمه، ما عطاونا كلام. قال لك حنا غنسمعوا نعطيونا الناس اللي مستافدين، ما نعطيوش ليكم انتم، ما معطيناش الامر. قلنا له جلاله الملك عطى الاصلاحات وعطانا السكن وعطى المسكين يعيش. عز الملك، قال لك لا، لا غير يعقل. حنا باقي ما عندناش القرار اللي غنعطيوكم البقاعي. جميع البيبان اولدي طرقنا، ولكن سمعنا وسمعنا. عز الملك. معكم بقشيش نعيمه، وحده من المتضررين ديال اصحاب البقاع. اليوم جينا تنشدوا جلاله الملك نصره الله والناس المسؤولين، حتى حنا يعطيونا الحق ديالنا بحالنا بحال الساكنه اللي استفدات. يعني عندنا نفس التنازل، نفس الالتزام، يعني بحالنا بحالهم. هما ساعدتهم الظروف باش يبنيو، ولكن حنا ما ساعدتناش الظروف. يعني كانت الظروف ديال كورونا وبزاف، زائد الفلوس ما كانوش، يعني ما بنيناش. ومعظم ديال الناس فينا بناو وريبوليو. رسلنا مجموعة ديال مشينا عند السيد الباشا الباشوية ديال عامر، قدمنا واحد الشكاية تنتسناو عليها الرد. ها هي، يعني قدمنا واحد الشكاية. عاوتاني مشينا عند السيد العامل حتى هو قدمنا له واحد الشكاية حتى هو ما كاينش الرد. يعني بزاف ديال انت السيدة الرئيسة ديال بلدية عامر حتى هي رسلناها. يعني رسلنا بزاف ديال الأماكن اللي الحق ديالنا عندهم، ما كاين حتى شي رد لحد الآن. هانتوما كما تشوفوا السيد العامل، يعني تنديروا الشكاية عاوتاني تنديروا التذكير وداك الشيء، ما كاين حد الآن. ما كاين حتى، مشينا لوزارة الإسكان، هذا مبلغ ديال السيد العامل ديال التبليغ، على أساس الممثلين حنايا اللي ممثلين دوك الناس اللي قدمنا الورقة ديالنا في العمالة وداك الشيء. مشينا لحقوق الإنسان، بزاف ديال الولاية هي حتى هي الشهادة ديال الولاية. يعني بزاف ديال الوزارة راسلنا وباقي ما كاين حتى شي رد. يعني ما السيد الوسيط عبر الوسيط هي، ما كلشي تيقول لنا الإقصاء، ولكن حنا راه بحالنا بحال هذوك الناس اللي استافدوا. راه شرينا في نفس الأرض، يعني لقينا المرافق، لقينا المجلس الحقوق على حقوق الإنسان، يعني لقينا كاع المرافق اللي تتساعد لأنه بحالنا بحال الناس نسكنوا. علاش حنا غادي نتكساو؟ هاد الناس كاملة فين غادي تتلاح؟ للشارع؟ يعني راه الآلاف ولا 500 هادي عارفين، ولكن أنا قلت شي 1000 1000 اللي تنسمعوا راه 1000 وزيادة كاينين. علاش حنا نتكساو؟ بحالنا بحال الجميع. وعاش مواطنة مغربية من دوار ولاد عياشي، من دوار ولاد عياشي عامر. حنا سيدي شرينا بالتنازل، ها هو التنازل. حنا شرينا سيدي بالتنازل، ها هو التنازل. خارج من المقاطعة، خارج من المقاطعة. يعني حنايا كيقول لك شريتي في واحد الوقت ما خصكش تشري فيها، واحد الأرض ما تشريش فيها. يحبسونا النهار الأول باش إذا خسرنا رزقنا وخسرنا رزق وليداتنا وداو لينا البقاعي ديالنا. حنا كانوا ناشد صاحب الجلالة، وناشد صاحب الجلالة باش يعطينا الاستفادة ديالنا. المسؤولين قالوا لنا ما تسالوش، حتى حنا بحالنا بحال الساكنة. باش راهو الساكنة باش شرينا حنايا، علاش هما استافدوا حنا ما استافدناش؟ رغم أننا كاين غير الضعفاء، كاين معاقين، أرامل، مساكن، الناس ما فحالهمش. أختي مسكينة راجلها حيد النبولة، ما خدام ما ردها، مقاسة مسكينة غير في الكرا. يعني حنا بغينا الاستفادة ديالنا، حنا ما كنطالبوا حتى مشي حد شي حاجة. حنا بغينا الاستفادة ديالنا كيما استافدوا الأولين، استافدوا حتى حنايا كيما استافدوا.
استفدت الساكنه استفدت حنايا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.